أهلا بكم. أصدرت وزارة الخارجية توضيحا للرأي العام حول الخبر الذي نشر مؤخرا في بعض الوسائط الإعلامية مفيدا عن وجود اتجاه لحرمان السودان من حقه في التصويت في أروقة الأمم المتحدة بسبب عدم سداد المساهمات المالية. هذا وأكدت وزارة الخارجية أنه قد تم إنهاء الإجراءات المالية الخاصة بسداد مساهمة السودان في ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت الخارجية إلى تمكن السودان من الحفاظ على حقوقه الخاصة بالتصويت وبدوره في المساهمة في صنع القرار الدولي من خلال الانخراط في الدبلوماسية متعددة الأطراف، علما بأن السودان لم يحرم من حقه في التصويت فعليا، ولكن عدم سداده كان سيؤدي لذلك وفقا للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة. أكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة العميد الدكتور حسن التجاني بأن الشهيد العميد علي بريمة قد تعرض لهجمة شرسة أثناء وجوده بمنطقة التأمين بساحة شروني جوار معمل استاف من مجموعة متفلتة طعن غدرا فيها بظهره عندما كان يسعف أحد الجنود المصابين من قواته. ووصف العملية بأنها جريمة بشعة ومخطط لها من قبل محترفين استشهد على ضوئها. ونفى التجاني صحة الأخبار المتداولة بلا سفير بشأن مقتل العميد واصفا إياها بالكاذبة والمغلوطة، لافتا إلى أنه التقى الشهيد يوم الخميس نفس يوم استشهاده وقال ما أشيع غير مقبول، داعيا في هذا الصدد إلى استفتاء المعلومات والحقائق الصحيحة من خلال منصات وزارة الداخلية وأجهزة الإعلام. أكدت وزارة الطاقة والنفط خروج البارجة التركية ببورسودان من تغذية الشبكة القومية للكهرباء نتيجة لتحطم أحد الأبراج الناقلة للكهرباء في الخط الرئيس الذي يربط بورسودان بالشبكة القومية، وذلك بسبب اصطدام ناقلة تجارية بالبرج مما أدى لإتلافه كليا. قال وزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله محمود إن إدارة الكهرباء تحركت فورا لموقع الحدث لمعالجة هذا الخلل وإصلاح البرج، وأن هنالك معالجات أخرى تجري من قبل الفنيين في الكهرباء لإعادة الكهرباء لمدينة بورسودان بشكل عاجل من خلال إعادة تشغيل البارجة التركية بالتنسيق مع شركة بشائر للبترول في أسرع وقت ممكن. أظهر تقرير فيروس كورونا رقم 588 للحالات المشتبهة والمؤكدة الأخير عن تسجيل 359 إصابة بفيروس كورونا ضمنها 50 مسافرا بينهم 327 إصابة بولاية الخرطوم وعشر إصابات بولاية سنار و13 بولاية نهر النيل وأربع إصابات بالولاية الشمالية وأربع أخرى بولاية النيل الأزرق وحالة إصابة وحيدة بولاية القضارف. وأشار التقرير إلى وجود 38 حالة تعافي جديدة فضلا عن تسجيل 3 وفيات بمعدل وفاة واحدة لكل من ولاية الشمالية والجزيرة وشمال كردفان. هذا وتناشد وزارة الصحة الاتحادية بضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقمات والتبليغ الفوري في حالة ظهور الأعراض، فضلا عن تعزيز السلوكيات الصحية وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي. أكد مدير الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني برهان تيا اكتمال الجاهزية من أجل تقديم مباراة كبيرة ضد نيجيريا وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم الاستمرار في البطولة. وقال تيا إنهم لا يفتقدون أي لاعب بسبب كورونا وكل المنتخب في أتم الجاهزية عدا محمد عبد الرحمن. وأضاف تيا عندما تلعب أمام منتخب كبير ترتفع دوافعك، تكون أكثر تحفيزا لتحقيق النتيجة الإيجابية وتقديم المستوى الجيد. وأبان أن منتخب نيجيريا الحالي يمتاز بالأداء الجماعي وأنهم قاموا بتحليله جيدا ووضع التكتيك المناسب لخوض المباراة اليوم.
يصل إلى الخرطوم ظهر اليوم الموزمبيقي محمد سيدات رئيس لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف من أجل تفتيش ملعب الهلال والوقوف على العمل الذي تم فيه بعد تقرير كاف بحظر الملعب عقب مواجهة السودان وغينيا بيساو في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم بقطر 2022. هذا وسيقف سيدات على الإصلاحات التي حدثت في الملعب وفقا للملاحظات التي كانت في تقريره السابق. وأوضح المهندس الفاتح باني رئيس هيئة تراخيص الأندية بالاتحاد السوداني لكرة القدم أنهم ظلوا على تواصل مع سيدات خلال الفترة الماضية من أجل الوصول إلى السودان لتقييم الملعب حتى يتم رفع الحظر ويعود لاستضافة المباريات الدولية والقارية بداية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. نهاية هذه الجولة مشاهدين الكرام، أشكركم على طيب المتابعة، ولا نعود مجددا إلى سماح لتكملة ما تبقى من هذه الحلقة من الموج الأزرق، وكل الأمنيات لك سماح بيوم مميز وسعيد. تفضلي سماح.